في جدول الترتيب الفريق اللي بيطمح في الوصول الى يعني البقاء هذا الموسم. ادي انطلاقه وادي فرصه وعدى عدى اللاعب امامنا اسينسيو اسينسيو هدف اول هدف اول عن طريق اللاعب خيبت رودريجيز هدف اول لخيبت رودريجيز وركنيه لصالح ريال مدريد وادي كرة رأسية هنا ومتابعة وعلى خط المرمى الهدف الهدف موراتا يسجل في الدقيقة 18 فريق نادي ريال مدريد يجد الطريق سهلا إلى لجانس إلى مرمى الحارس إيريريد يسجل موراتا هدفه التاسع في الليجا هذا الموسم وأمامنا هنا انطلاقة من جانب اللاعب كوفاتشيتش انطلاقة من الكرواتي كوفاتشيتش هدف قادم هدف جديد ويسجل موراتا يا سلام على التمريرة كوفاتشيتش بيلعبوا بثلاث مدافعين لكن دون أدوار في الرقابة دون تركيز دون تمركز يسجل موراتا الهدف الثاني لي في هذه الليلة والثالث لصالح النادي الملكي لكن كوفاتشيتش انطلاقة هنا في محاولة في مساحة وادي تقدم من جانب اللاعب ريكو وهدف يسجل هنا في هذه اللحظات جابرييل بيريز هدفه الرابع هدف لبيريز وادي امامنا ركنية خطيرة رأسية رودريجيز جاب هدفه الثالث هذا الموسم ادي رأسية وهاتريك موراتا في الدقيقة الثالثة كرة من خامس على رأس موراتا وموراتا المرمى موراتا يضعها